بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لا شك ولا ريب بأن هذه الآية الكريمة والشريفة ترتبط نوعاً ما بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعاً نقاط ملفتة للنظر في هذه الآية الشريفة. النقطة الأولى كلمة الحابل. ما معنى الحابل في هذه الآية التي تقول واعتصموا بحبل الله؟ المفسرون يذكرون لنا تفاسير عديدة حول هذه المفردة القرآنية، فمنهم من يفسر الحابل بالإيمان، ومنهم من يفسر لنا الحابل بالقرآن، ومنهم من فسر ذلك بالإسلام. على كل حال، يأمرنا الباري سبحانه وتعالى الاعتصام بالدين وبالإسلام وبالقرآن. هذه نقطة. والنقطة الثانية التي تتعرض لها الآية الشريفة كلمة ولا تفرقوا. ما معنى ولا تفرقوا؟ بعض المفسرين يقول ولا تتفرقوا عن رسول الله، ولا تتفرقوا عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. أما النقطة الثالثة في هذه الآية الكريمة تقول فأنقذكم منها. سؤال: من الذي أنقذنا منها؟ صاحب كتاب التبيان في تفسير القرآن له تفسير أنيق وجميل حول هذه المفردة القرآنية. يقول فأنقذكم منها، أي النبي الأكرم أنقذ الأمة والبشرية منها. ثم تقول الآية، هذه أيضا نقطة ملفتة للنظر، فألف بين قلوبكم. لا شك إخواني، فاعل ألف في هذه الآية الكريمة ليس إلا هو الرسول صلى الله عليه وآله. فألف بين قلوبكم، أي النبي الأكرم أصبح في هذه الآية هو المنقذ للأمة وللبشرية. دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى القرآن. فإذن صار النبي هو المنقذ لقلوبهم أولا، وصار هو الذي أخرجهم من الظلمات
ومن النار ثانية. وبالنتيجة هذا النبي المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى هذه صفته في هذه الآية الكريمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.